فمسافر هو كمان للامارات بقياده الكابتن معتمد جمال وبعثه الفريق هتسافر الساعه 6 فجر يوم الخميس صباح يوم الخميس ان شاء الله هيلعب الاول مباراه وديه يوم الثلاث بكره مع الشباب الكويتي قبل السفر الى الامارات والمعسكر ده فيه بطوله وديه الاول هيلعب في بطوله نادي الوحده الاماراتي من 18 الى 24 من شهر يناير ولسه الزمالك بتطلع المعلومات الخاصة بمديره الفني ما بين فنجادا جاي فنجادا مش جاي فنجادا بعد ما اتفقوا معاه قالوا الغي تذاكر الطيران وما تجيش ده كلام منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لكن الرسمي الخارج من نادي الزمالك انه احنا لسه ما فتحناش الملف ده بشكل مكثف وانه اه, آه فنجادا ممكن يبقى مرشح لكن مش هو اللي جاي كمدير فني بشكل رسمي معلن من جانب نادي الزمالك اللي طلع بيان النهاردة بيتكلم فيه عن أنه الزمالك هو الملك الوحيد للعلامات التجارية فإنه تلاحظ أن بعض الأكاديميات الرياضية بتحمل اسم وشعار نادي الزمالك دون أن يكون لها ترخيص بذلك أو لعدم الحصول على موافقة مسبقة أو انتهاء مدة العقد السابق قالوا أن عندهم أكاديمية واحدة بس في البحيرة عقدها بيخلص نص السنة شهر ستة آخر ستة وهيتم الإعلان بشكل دوري ودائم عن الأكاديميات المرخص ليها طبعا أمر مهم جدا يعني أنه يحصل لانه لما في ناس بتروح تلاقي اكاديميه عليها شعار الزمالك او بتحصل الاهلي مثلا او اي نادي كبير فبيبقى فيها ثقه والنادي بيستفيد المفروض من من استخدام علامته التجاريه لكن بيلاقي انه في انديه او اكاديميات بتعمل ده من غير ترخيص فبتبقى فيها ضرر على كل المستويات المادي وصوره النادي كمان. اوباما النهارده غاب عن التدريبات بسبب الاجهاد، اجهاد عضلي خفيف. <applause> مصطفى شلبي تعرض لإصابة النهارده في التدريبات كدمة خفيفة لكن راح للكابتن معتمد جمال وقالوا إن الإصابة مش كبيرة فطمنه محمد عبد الغني خد راحة النهارده من التدريبات، يوسف حمادة مواليد 2005 ومحمود أشرف مواليد 2004 شاركوا مع تدريبات الفريق الأول النهارده. ده بالنسبة لنادي الزمالك أما بكرة فعلى مستوى كأس الرابطة فعبد الله سعيد موجود في قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش. بينما يستمر غياب رمضان صبحي وشريف اكرامي واسامه جلال وابراهيم عادل. وعلى مستوى منتخبنا الاولمبي ف... ودي كمان القايمه بتاعت المنت... بتاعت بيراميدز بكره. <applause> احمد ميهوب ويوسف نادر الدفاع كريم حافظ عبد الرحمن صميده دونجا واحمد توفيق. يوسف اسامه نبيه وسيف جعفر وعربي بهاء وسامويل أمسة واوجو سامويل وليد الكرتي واسلام عيسى وعبد الله السعيد ومحمد رضا بوبو محمود اوكا. فخري لاكاي ودودو الجباس وكريم الطيب في الهجوم. ودول قائمه الاصابات الغيابات بالنسبه للفريق. طيب خليني اروح معاكم للمنتخب الاولمبي اللي هيصل للامارات وصل الحمد لله الامارات. في دوره دبي الدوليه الوديه تصل مره واحده ما وصلتش مرتين زي ما مكتوب في الاسترابه لكن القايمه طبعا كانت اعلنت من ايام و